دفاعية وتأتي ركلة الزاوية طويلة للقائم الثاني رأسية في تحضير جول التعادل. اللاعب المدافع يسجل هدف التعادل، يسجل كما سجل أمام رودا الهولندي، يسجل في مرمى الغرافة بهدف يأتي من اللاعب با مودوكا يأتي بالهدف وهدف التعديل. شوف راحت عليك يا برهان، مرت عليك يا برهان، اقتنصها اللاعب بابا مودوكا والهدف التعادل. شوف يا له من هدف رائع، يا له من هدف رائع. وحتى شوف يعني زعلان متضايق بلال محمد متضايق، بينما بابا جبريل بفرحته وجمهور الخور